يو جايز، اهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقه جديده من حلقات عاي ديكي. بحلقه اليوم باش تكون ان شاء الله هاي من السيرين تاع هاي تيك اندر. صار لي برشا ما خدمتكمش فيديو عليها. توضيح صغير قبل ما نتعدى، فما شكون في الفيديو تاع هاي كيبورد اندر 20 دينارز حط لي كومنتير فيه بلي عايش خويا برمشي على روحك، غير كامل في دي ريفيو على كلافيي ريزر، وواحد انت عامل لي واحد ريفيو على جارة كلافيي مش حتى ميكانيكول. ولا خويا من الاخر حاب نقول لك انا راني رابح في فيو، كان يعني ما عجبكش الفيديو ما عليك، كل شيء كي تشوف فيديوهاتي مرة أخرى تلقى يعني مكتوب عاي ديكي تحت الفيديو ما غير ما تدخل، سينو إذا تحب تدخل حط ديزلايك وتعدى، خاطر أنا مزلت على الأول وإن شاء الله كي ربي يوفقني ونزيد نخدم خدمة أخرى باهية. وقت نولي سبونسوري زيبا ريزر ونعملكم دي ريفيو على الماتريم تاع ريزر باهي. باش تعدي وفيسع فيسع باش ما نطولش. السيرية هذيا يعني ما نظنش كان عملها حد من اليوتيوبر أخرين، حبيت يعني زيد نفسر علاش عملتها سيرية، مي أنا حبيت يعني نعاون زويه ولا نجم نقولوا باش يخدموا خدمه به ماتريال به، هذيك هي الحكايه كل يعني يكون الماتريال رخيص وكاو به. الحلقه نتاع اليوم باش تكون على تريبود هاي تريبود، شريته 50500، حاط لكم ليا منين شريته في الديسكريبشن لوتا، وكان عجبكم يعني تحب تاخذوا منه تمشيوا للتونيزيانات تلقاو عندها تريبود هذيا، تريبود تحكون على الاخر. ان شاء الله تعجبكم حلقه اليوم، دونك نتعدي طول ما غير ما نطول عليكم، تفرجوا على تريبود. توا باش نعطيكم 6 حاجات مهمة على التريبود هذايا ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة هو الطول، نلقاو مينيموم 62 سنتيمتر، وماكسيموم نلقاو 1.60 سنتيمتر. نجيو توا للميزة الثالثة واللي باش نلقاو فيها 3 ميزات، وأهم أول حاجة واللي هي الروتاسيون، الدور على اليمين وعلى اليسار كما قاعدين تشوفوا في الجهات الكل. وكما قاعدين تشوفوا التريبود يطلع لو ماكسيموم ويهبط لو ماكسيموم. وإذا كانك تحب تصور بطول فيديو ولا تصويره فما عليكم كما قاعدين تشوفوا تعملوا بالضبط نفس الحاجة اللي تشوفوا فيها توا. كتجيب تحط الكاميرا متاعك العوايد اللي تشوف فيه الصغرون اللي وين تحط الفيس في الكاميرا إذا كيقلق، دونك بسهولة تاما تجمو تنحي وكما قاعدين تشوفوا اللي تحط عليها الكاميرا وتحطوا بسهولة الكاميرا متاعكم. الطول متاع التريبود اللي تشوفوا فيه ماهوش حقاني، فبحيث نجم يعني كما قاعدين تشوفوا الطول في التريبود لين يوصل فور اكزامبل يعني يوصل اطول مني انا، يعني بالحق يفوت راسي كطولو كيما نكاية، وتيجم ترجعوا بسهولة تشوف في باقي الفيديو كيفاش ترجعوا وهذيك اللي تكبس منها. فبحيث امورك في الليكس.
الشيء اللي تشوفوا فيه هذاك يعني تبدأ تصور في الريح ولا حكاية تجي تحط يعني أي حاجة رزينة بيسترزن التريبي ويولي كيكا ما يعني ما يطيرش بريح قوي تولي أمورك مريقلة وفي الليكس. وإلا زادا كما قاعدين تشوفوا بليتو بيش تشوفوا تحط ماشي أنا البوشيت ولا اللي هو متاع التريبي بش ما يضيع لكش ولا بش ما يتمسخ لكش تحطه غادي أمورك في الليكس. والميزة السادسة اللي فيه واللي هي الأخرانية هي واللي هي زادة انك تجم تهزو يعني بسهولة تيما في ساعة ما يتلم كما قاعدين تشوفوا تهزو وعنده البوشيت متاعه بش يعني توب سيكوريتي ليزا البوشيت كما شفتوا على اول فيديو مع البلاستيك تحطهم تخبيه وتهزو في البوشيت ومرك ستة زيت. وتوا بش نعطيكم الكونكلوزن اوف ديس تري بود. تري بود ستار 62 طويل وخشين وتهزو يما تحب. هكا نكونوا كملنا حلقة اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم. نتقابلوا ان شاء الله في حلقة اخرى نتاع هاي تيك اندر. دونك اذا كان عجبتكم تحطوا لي لايك سبسكرايب. سي يو انذر تايم جايز اند جود باي.